بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، هناك موقف من قصة يوسف عليه السلام لفت انتباهي وأحببت أن نتدبره في هذه الليلة المباركة. كل كتاب القصص في العالم عندما يأتي لأحداث عاطفية أو جنسية أو فيها نوع من الحب، نوع من العشق، الهيام، لابد أن يستخدم كلمات تثير العاطفة. واقرأوا ما شئتم من القصص، القصص موجودة. لا يستطيع مؤلف في العالم أن يسرد لك حدثا عاطفيا من دون أن يستخدم ولا كلمة تدل على العاطفة في كل لغات العالم إلا في القرآن العظيم. تبدأ الآية الكريمة في سورة يوسف مباشرة: وراودته التي هو في بيتها. لم يذكر اسمها، لم يقل زليخة، لم يقل زوجة العزيز، لا، وراودته، لم يقل اعتدت عليه أو أغرته أو حضنته أو وراودته. كلمة لا تثير أي عاطفة على فكرة. المراودة هي نوع من الإقناع، فيها نوع من الإقناع بحيلة معينة لتحقيق هدف معين، ولكن ليس بالضرورة أن يكون الهدف جنسي. يعني أولاد سيدنا يعقوب قالوا سنراود عنه أباه، يعني راود الإنسان عن شيء، يعني أقنعه بالشيء، بس ما في أي إثارة جنسية ولا أي معاني عاطفية. وراودته، لم يقل زليخة، لم يقل زوجة العزيز، لم يأتي بذكر لا من قريب ولا من بعيد لأي أنثى، بل قال وراودته التي هو في بيتها، التي هو في بيتها. يعني انظر هنا، هو في بيتها، التملك، السيطرة، نسب البيت لها ليصور لك الوضع النفسي السائد في هذه اللحظة، أنها مسيطرة في بيتها. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، في قراءة هئت لك، يعني تهيأت لك. طب اليوم أيها الأحبة، أي شاب إلا ما رحم ربي تتاح له هذه الظروف، أن المرأة الجميلة الغنية المتملكة تؤمن له كل الظروف المناسبة لارتكاب الفاحشة وتقول تهيأت لك، كثير من الشباب يضعف أمام هذا المشهد وينهار. ولكن هنا سيدنا يوسف ماذا قال؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، بدأت تقنعه بممارسة الفاحشة، بدأت تسوغ له أن هذا العمل طبيعي. كل هذا تلخصه لنا هذه الجملة: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، حاولت بكل الوسائل أن تقنعه بأن هذا العمل طبيعي وجيد وآمن وليس فيه أي مشكلة. وغلقت الأبواب، لم يقل أغلقت بل قال غلقت، يعني مبالغة في الإغلاق. أحيانا القفل يكون له ثلاث أربع أو أربعة مراحل، يقفل المرحلة الأولى، الثانية، الثالثة، فهي انهمكت بتغليق الأبواب، غلقت، مبالغة، صيغة مبالغة. وغلقت الأبواب وقالت ماذا؟ هئت لك أو هيت لك، يعني أنا جاهزة، تهيأت لك. وهنا سيدنا يوسف عليه السلام على الفور قال معاذ الله. انظر أخي الحبيب، بعض العلماء قال لا، هو هم بها وكذا لأنه شاب ولديه غريزة. لا لا، هذا الكلام غير صحيح. من يقرأ سورة يوسف ويتعمق فيها ويتعمق بشخصية سيدنا يوسف يدرك أن هذا النبي الكريم كان قلبه معلقا بالله سبحانه وتعالى، لم يكن ينظر لشيء من أمور الدنيا، ليس لأنه لا يستطيع، يستطيع، ولكن من شدة خوفه من الله وشدة تعلقه بالله وشدة إيمانه بالله وشدة رجائه للقاء الله، كانت هذه الأمور يراها هو ينفر منها بفطرته هكذا. فلذلك من الخطأ أن نقول إن يوسف هم بها يعني اشتهاها، لا، حاشا لله، أنا هذه قناعتي. لأنه على الفور قال معاذ الله. فهنا ماذا قال أيها الأحبة؟ هنا توجه إليها بالخطاب. من الممكن أن يقول لها مثلا:
أي كلام، ولكن هو اختار عبارة رائعة جدا، ذكرها بزوجها، قال معاذ الله إنه ربي، ربي أي الذي رباني يعني، سيدي يعني، أحسن مثواي، يعني هذا الرجل الذي غاب عنك يجب أن تحفظيه في غيبته، لقد أكرم مثواي ومثواك وائتمنك على هذا البيت، لا يجوز أن نخون هذا الرجل من غير اللائق أن تخدعي وتخوني هذا الرجل الذي أحسن إليك، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. طب بالله عليكم حتى الآن هل رأيتم كلمة واحدة تثير العاطفة؟ لا. مع العلم أن القرآن يصور لنا موقفا، أي مخرج سينما إذا أراد أن يصوره لابد أن يستخدم ألفاظا خادشة نوعا ما للحياة، لا تصلح أن تقرأ أمام الأطفال، ولكن نحن نقرأ القرآن أمام كل الدنيا صغارا وكبارا، ولا يحدث أي إثارة أو أي شيء له علاقة بالغرائز الجنسية، بل بالعكس عندما نقرأ هذا الكلام يزداد إعجابنا بسيدنا يوسف عليه السلام. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، ولكن هنا القرآن عبر لنا أن القضية أخذت وقتا طويلا في إقناعه ولم يقتنع، لذلك قال تعالى ولقد همت به وهم بها، همت به يعني لإقناعه وراودته عن نفسه وحاولت معه وقدمت له كل أساليب الإغراء وقدمت له كل ما تستطيع من كلام لتقنعه بارتكاب الفاحشة، وهم بها أيضا، هو كان يقنعها أن هذا العمل غير عمل، هذا الظلم، إنه لا يفلح الظالمون، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، فهي أثناء همها به وهي تقنعه وتشتهي أيضا أن تحاول معه بكل الوسائل، لدرجة أنها اعتدت عليه بتمزيق قميصه، يعني حدثت معركة بينهما، فهو هم ليضربها، هم بها ليضربها أو يبعدها بطريقة عنيفة لأنها هي استخدمت العنف، ولكن هنا رأى سيدنا يوسف برهان ربه. ما هو معنى لولا أن رأى برهان ربه؟ باختصار شديد أيها الأحبة، من دون أن نخوض في التفاسير وأقوال مفسرين، هذا نبي كريم قلبه معلق بالله، في لحظة من اللحظات أوحى الله إليه وألهمه أن هذا الأمر سينتهي قريبا وأنك في حالة فتنة الآن، ويجب أن تثبت وتصمد وتحافظ على ثباتك على الحق، إياك أن تضعف، إياك، لأن الله معك، لأن برهان الله معك سيأتي ليدافع عنك لولا أن رأى برهان ربي. طيب ماذا قال بعد ذلك؟ هنا أيها الأحبة، سيدنا يوسف لو أن الله تخلى عنه ما الذي يحدث؟ نفسه ستضعف، يعني أنا وأنت أخي الحبيب، أنا لا أستطيع أن أنغر بنفسي وأقول أنا لدي قوة إرادة، لا والله أنا ضعيف جدا، لولا أن الله ثبتني وحفظني، الإنسان ضعيف جدا أيها الأحبة. فسيدنا يوسف هنا في حالة ضعف، ولكن الله يتدخل في هذه الحالة لأنه عبد من عباد الله، إنه من عبادنا المخلصين، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. انظر كيف عبر عن العملية التي كانت ستتم بالسوء والفحشاء، كلمة الفحشاء والفاحشة والفحش والتفحش كلمات يمقتها الإنسان، ينفر منها الإنسان، لذلك استخدم القرآن هنا كلمة يجعلك تنفر من هذا الفعل الفاحشة، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إبليس لعنه الله توعد أنه سيضل العباد ويغويهم وإلى آخره ويزين لهم، ثم قال إلا عبادك منهم المخلصين، وسيدنا يوسف هو منهم عليه السلام. وبالتالي أخي الحبيب، هنا تظهر قوة القرآن البلاغية والبيانية وقوة إعجازه النفسي أيضا، لأنه يصور الحالة النفسية، يصور الحالة النفسية يعني وراودته التي هو في بيتها، يصور لك الحالة النفسية لسيدنا يوسف وهي الضعف
ويصور لك القوة والسيطرة والاستحكام لامرأة العزيز التي هو في بيتها، بيتها هي، هي التي تملك. فإذا هنا أخي الحبيب القرآن يتفوق على أي كلام آخر، يعني أرجو أن تتذوق هذه الروائع، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا، وإن شاء الله سنتناول ومضات وأحداث من قصة سيدنا يوسف وغيره إن شاء الله في لقاءات أخرى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بهذا العلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.